يا جماعه اهلا بيكم في فينيسيا كازاخستان. بصوا الدنيا عامله ازاي هنا. انا حاليا في سرايا اللي هي في تركستان، واحده من اجمل الاماكن الموجوده في تركستان وهي سرايا دي، بيسموها في كازاخستان فينيسيا كازاخستان. بصوا عامله ازاي، تحفه. بصوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي. ده داخل سرايا تركستان، دي واحدة من الحاجات الجميلة داخل تركستان، بيسموها فينيسيا تركستان. واحد من اجمل الاماكن الموجوده في تركستان وهي سرايا، في هنا عرض للنافوره الراقصه، ومن الناحيه الثانيه دي كلها زي ما انتم شايفين حاجه جميله. Thank you.
واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي انت لازم تجربها لما تيجي توركستان وهي ان انت تاخد مركبة زي كده. ديت المركبة بتاخدها داخل بتاعة سرايا في توركستان وحاجة ممتازة. بص الدنيا عاملة ازاي؟ بياخدك رحلة حوالي 20 دقيقة في الماية. بص عاملة ازاي؟ انصح الكل يجي سرايا هنا، حاجه بصراحه روعه، يعني بتفكرني زي فيلاجيو في قطر او حتى في الكويت، بس حاجه جميله بصراحه. جبتها ده معاه يا جماعه السواق المركبه نوبيك. بص عامل ازاي للسواق هنا واحنا ماشيين هنا في المركبه. بص الدنيا عامله ازاي. ده السواق معنا اسمه نوبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. تعالوا لتركستان. Come to Turkistan. باي باي يا الله. السلام عليكم. Апрель месяц. Я здесь. В прошлом году? Я здесь.
Я Ольга. Thank you.